شركة عرب جروب معدات مزارع الدواجن. قبل ما نتكلم على الفيديو بتاع النهاردة، يا ريت لو تتابعونا من على قناتنا على اليوتيوب، قناة عرب جروب، تشتركوا معانا وتفعلوا زر الجرس. النهاردة حبيت اتكلم عن الكب، بيقولوا عليه السوستة او كب الحمام او كب العصفورة، والكب اللي هو كب العوامة. تمام؟ النهاردة الكب اللي هو كب العوامة طريقة شغله ازاي؟ الكب اهو بيركب على النبلاية، بيركب على النبلاية بالطريقة دي كده. طريقة تركيبه سهلة جدا كده، الكب ركب زي ما احنا شايفين. مجرد ما الكب ده بيملى مية ينزل لتحت، النبلاية بتنزل لتحت بتمنع الايه؟ بتمنع المية. طبعا الكب ده كويس جدا ومفيد في الاعمار من عمر يوم لحد عمر 4 ايام 5 ايام، لحد ما الكتكوت يتعود على النبلاية، لحد ما الكتكوت يتعود على ايه؟ على النبلاية كده، يمنع مية فوق ينزل مية. ده بالنسبة للكب اللي هو الايه؟ الكب ولا كب سوسته، كب عصافير، كب عواء، كب حمام، اي مسمى. هو طبعا زي ما احنا شايفين بالشكل ده عامل زي السقايه، بيتملي ميه والكتكوت بيشرب منه. ده منظره. تمام؟ تاني حاجه، الكب اللي هو كب اسمه كب الايه؟ كب العوامه. تمام؟ اسمه كب الايه؟ كب العوامه. تاني حاجه اسمه كب، اسمه كب الايه؟ كب العوامه اللي هو ده. طريقة تركيبه سهلة اهو بالطريقة دي، بدوس عليه كده اهو كده، ركب اهو. تمام؟ بالطريقة دي، طريقته سهلة جدا برضو. تمام؟ ودي العوامة اللي هي دي، العوامة اهي، النبل بدأ ينزل مية. أول ما بتتملي مية العوامة تطلع لفوق، طلعت لفوق النبلة تنزل لتحت، بيمنع الايه؟ يمنع الايه؟ الميه. ده الشكل بتاعه. ده برضه بيستخدموه في الحمام، في السمان، في طيور الزينه، الكلام دوت. ده كب برضه ممكن نستخدمه في الدواجن، في الاعمار الايه؟ في الاعمار من عمر يوم لعمر اسبوع او لعمر 4 ايام، بحيث ان كتكوت في الاعمار ديت بيكون يعني ما بيعرفش يروح للنجلايه، فبنستخدم الكب ده او الكب ده بدل من السقاية اللي هي سقاية التحضين اللي هي مثلا 2 لتر او 4 لتر او نص لتر. بنستخدم الكب دوت، شكله كويس وعملي جدا، وممكن بعد كده فكه. طريقة فكه سهلة، بمجرد ما بعمل كده الكب نزل معايا اهوت، وطريقة تركيبه سهلة. طبعا ان شاء الله تتابعونا على قناة عرب جروب على اليوتيوب، وباذن الله الايام الجايه انا هعمل فيديوهات تختص الدواجن وتختص التربيه، ازاي درجه الحراره، هننزل خلطات اعلاف، هننزل حاجات كتير على قناه عرب جروب على اليوتيوب. فان شاء الله تتابعونا، واول باول هننزل فيديوهات تعليميه عن معدات الدواجن، وهننزل برضو فيديوهات للناس اللي هي بتسال كم سقايه للطائر، كم علفه للطائر، الناس اللي هي اصحاب العنابر او الناس اللي بتربي في بطريات. واي استفسار، اي اسئله، يا ريت تسيبوها لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله نرد عليكم. شركه عرب جروب، معدات مزارع الدواجن.